تشهد الكثير من المدن اليمنية انتشار ظاهرة سرقة بطاريات السيارات بمختلف أنواعها، وتشكل قلقا لدى المواطنين ومالكي السيارات. يبدو أن السائقين ينامون هذه الأيام بنصف عين، خائفين أن يستيقظوا على سياراتهم وقد سرقت منها البطارية. ظاهرة سرقة انتشرت وامتدت في بعض محافظات يمنية. السرقة لم تستهدف البطاريات الجديدة فحسب، بل جميع البطاريات والأحجام، وتظهر كاميرات المراقبة في الشوارع الكثير من عمليات السرقة. الأيام هذه بالذات يعني السرقة أصبحت عادة سيئة في البلاد هذه، وأصبحت السرقة يعني كثير جدا، يعني حتى أن احنا بنعاني أنفسنا من حدث، بعضنا يجوا زباين يبحثوا عن البطاريات لهم سرقت في المحل، يعني هم طبعا بيعملوا طريف عندهم طرق كثيره يعني لسرقه البطاريات، وهذا شيء منتشر يعني للاسف. هذا الايام بالذات بزياده، بالذات في الحواري في اي بقعه، والسرقات بالذات هذا الايام ما شاء الله بكثره. كثيرون من اصحاب المركبات المسروقه كان اشد ما يغضبهم ان يقوم السارق في بيع البطاريه في ثمن بخس قد يصل الى عشر القيمه. بعض المحلات الخاصة في بيع البطاريات ترفض شراء البطاريات إلا بموجب بطاقة أو فاتورة، فيلجأ السارق إلى بيعها كقطعة خردة. السارق يبيع البطارية ما يبيعش عند صاحب المحل، لأنه صاحب المحل معه مثل ما أقول لك جهاز يجيب عصا، فنطلب منه البطاقة ما يجيبش، خلاص نعرف أنه سارق ما نشتريش منه، يبيعها على طول في الخردة، يصير يبيعها في الخردة. أصحاب الخردة يشتروا منهم بسعر الخردة، يعني مثل ما أقول لك يشتري منه بسعر الخمسين بثلاثة بأربعة ألف يبيعها خلاص أوكي. هذا الأيام كثير من الناس يجوا لهنا يشتكوا من كثرة السرقات، وأكثرهم يعني أصحاب السيارات في الجمهوري وهنا في الدائري، هذا بيجوا عندنا يشتكوا، بس إحنا ما نقبلش من من السرق ولا اللي بيدلدلوا أصحاب المطرات ولا هذا، ما نقبلش منهم أبدا، ما نقبلش، نشجعهم على السرق لو نقبل منهم. والله انا رساله للمواطنين، كل واحد يسوي سيارته انذار ولا يحرس سيارته ولا، هذا الايام بالذات. يتفنن لصوص البطاريات في القدره على فتح اغطيه السيارات المحكمه وبسرعه وسهوله، لكن ينصح اصحاب محلات بيع البطاريات مالك السيارات باحكام القيود التي تؤمن البطاريه وارتباطها باجهزه الانذار حتى يفوت على السارق الصفقة.